المنتدى الإعلام العربي طبعاً أنا أعتقد هو يمكن الوحيد اللي يتميز بالاستمرارية من 1999 على ما أعتقد ولحد الآن سنوياً، وسنوياً هذا العدد الكثيف من الإعلاميين من المثقفين بشكل عام من الندوات الحقيقة أثر تأثير كبير بالثقافة والإعلام العربي، يعني الخروج بالأفكار، الخروج بالسبل اللي تساعد، يعني أنا أعتقد أنه المنتدى الإعلامي جمع بين القديم وبين الجديد. يعني إحنا إذا نأخذ مثلاً واحد يسأل سؤال متى تحولت الكتابة للورق؟ كان قبل الناس تكتب على الحجر، فهل حدثت نقاشات؟ هل حدثت تداول بالمواضيع هذه أنه كيف أنت تكتب على صخرة وإذا أنت تكتب على ورقة؟ نفس الشيء الآن لما تنتقل الكتابة من القلم إلى الكيبورد، هو قلنا شوية قبل شوية القلم واحد، فأنا أقول أنه صار بنية تحتية للمنتدى الإعلامي بدبي يوافق هذه التطورات، وسنوياً تطور بالإعلام بسبل الإعلام، بالإعلام المرئي، الإعلام المسموع، الإعلام المكتوب. أنا أقول أهميته هو بطرح أفكار، في أهمية ثانية أخرى ربما غير مرئية وهي لقاء الناس. يعني الآن كثير من المشاريع الثقافية والإعلامية تصير خلال هذا يعني بغض النظر عن منصة المنتدى نفسه، هذا وجود الناس، وجود المثقفين سنويا، التعريف والتعرف ينتج أفكار وينتج مشاريع تخص الثقافة، تخص الإعلام،